اقليم جديده، لكن تحيه للناس الجديده بعدا كاملين. ولكن شي بياس عندكم البيع مرحبا، ما تنساوناش عطاو انتوا معنا الله يعطيكم الخير، وتوحشناكم. والجديد غبرنا عليكم هاد اليومين بحكم شي ظروف عند العائله، جداتي مسكينه مريضه وتحتاج هضره، نسال الله سبحانه وتعالى يشوف الحاله ويرفع عليها بعدا الالام اللي عندها مسكينه تتعامل. الحمد لله على كل حال، بيدهم الا وجه الله. بعد علاش تغيبنا عليكم الاخوان الطيبين، وحنا في انتظار عاوتاني ديالكم الاخوان. لا كاين شي بياسه شي حاجه للبيع، حنا موجودين. مرحبا مرحبا والله الا مرحبا. التجاره في 5 دقائق تبارك الرحمن. لا كاين شي حاجه في طريقنا، مرحبا ديو معنا. المهم دير التجاره ان شاء الله بلا حريق الراس، وحتى اللي ان شاء الله ما شرى ما باع يستافد، وحنا نستافدوا كذلك. وتيقول لك اللي ما شريت نزه، ويكون ان شاء الله المحتوى في المستوى اللي نشاركوه كاملين مع عائلتنا واصدقائنا. وتنتشرف بكم الاخوان على الزيارات ديالكم اللي تزورونا، ولا كان شي حاجه مرحبا، حنا في الخدمه الاخوان. كاين هاد الاس ها هي، مرحبا به اللي بغى يديها من عندنا من هنايا النيت نشيرو بريز، مرحبا حتى هي موجوده. ولكن بالصحة الإخوان، ما شاء الله السفر فيها مريح ما شاء الله، والمرسيدس خدمات وبدعات ما شاء الله بياس الله يبارك. المهم ولكن عاوتاني شي اس شي حاجة للبيع، شي فوق شي كاشكاي تكسون سياط ارونا كاميك كوديا كاروك اتيكا اللي كاين في السياط ولا في السكودا ولا في الفولكسفاغن، عرضوا علينا الإخوان، حنا غير مع السهلة والله العظيم. وتنشكركم على البارطاج القناة ديالنا والسيارات اللي تتعرضوهم علينا، واللي كيزورنا الحمد لله تنكبروا به وتنقضيو معاه الغراض، وتيجي بالله التيسير وتتبقى معرفة. اليوم بايع ليه هو، غدا انا البائع له، فانا المشتري وانت البائع، غدا تكون انت البائع وانا المشتري، غدا نكون انا البائع وانت المشتري، وغادا الامور. يعني انا اليوم نبيع لك، غدا انت تبيع لي، وتنبقاو الحمد لله غادا في التجارة يعني ميسرة وبلا حريق الراس، وتجارة معقولة ومبنية على الوضوح، وما توفيقنا إلا بالله. وشكرا جزيلا لدعوتكم الخير والدعم ديالكم للقناة ديالي والبارطاج، كنشكركم بزاف. تندير جهدي وتنطور الفريق ديالي الحمد لله باش يكون في أحسن استقبال ويدير أحسن خدمة وأحسن جودة. وبزاف النصائح تتقولهم لنا الإخوان تناخذوا بعين الاعتبار ديال بهم، وتنديروا جهدنا، ولا كان شي تقصير تنعتذروا عليه، حتى واحد ما كامل، وانما حنا عاد مازالين غاديين في الحياه. والله يوفقنا كاملين. ومرحبا الاخوان. صباح الخير الاخوان، السلام عليكم. احنا دابا مازال عندكم في جديده ان شاء الله، الجو رائع ما شاء الله ممتاز ان شاء الله. الاخوان الطيبين تحيه لكم طيبه من هذا المكان الطيب في الدار البيضاء. الاس هي كتواجد عندكم هنا، اللي بغاها مرحبا به. والفوق ما شاء الله تبارك الرحمن، ها هي دابا هي موجوده الحمد لله. كنشكروا الناس اللي باعوا علينا، كنشكرهم على الثقه ديالهم، وهذا تيشرفنا وتيدعمنا. شكرا على هذا الدعم. انسان عيط لك استقبلك في دارو، يعطيك سيارة ديالو بروميير مان مخرجها سنوات، اختارك سيارة عزيزة، قالك اجي اطول الرحيم وتفضل معنا نبيعو لك هاد السيارة. فتنشكرو جميع الاخوان الطيبين. فكنحسب هذا هو الدعم الحقيقي، هو بايع
وانا عاوتاني الحمد لله شاري شاري، فانسان ملي تيختار كذا تي تيشرفنا اللهم لك الحمد. فالاخوان حنا راه الاشاره عندكم شي سياره اتصلوا بينا تكون نقيه في المستوى اللي تنبغيو ان شاء الله ومتحشمناش مع الكليان، وحنا ان شاء الله نديروا معكم التجاره ان شاء الله بلا حريق الراس، تكون فيها المسامحه. رحم الله عبدا اذا باع سمحا واذا اشترى سمحا. يا بسم الله. دابا الصباح نعيطو للفريق يجي يدي هاد البياسه. جا الصباح داو ديك الاس قبيله مور العصر عاد خرجوا ومع العصر، دونك هادي هي جات هاد العشيه. مشينا عند الناس العين دياب في مدينة الدار البيضاء، عطاونا هاد البياسة الله يعطيهم الخير في هاد التاريخ في هاد الكيلومتراج في هاد المدينة الطيبة الدار البيضاء، الله يرزقنا فيها شي فرع ان شاء الله كل شي قريب عند رب العالمين. حنا تنديرو ان شاء الله جهدنا والكمال على الله، ثم يوفقنا بالدعم ديالكم ان شاء الله تعالى. هذاك القهوه اللي كلينا فيها، دخل ديك القهوه غتلقى الساروت عند واحد البنت هنايا، قول لها مصطفى اللي شري من عندك الريحه، وري هاد الفيديو هاد الريحه هادي. هاد البنت اللي هنا في البلاصه اللي كتبيع بيه موات وداكشي، الستاسيون اللي تغدينا فيه، سمعتيني الستاسيون اللي تغدينا فيه، راه خليت لك المرسيدس هنا الاس، راه الساروت عند هذيك السيد هذيك البنت اللي تما، قول لها مصطفى شري من عندك الريحه، انا سيف الدين اجي دي الاس، راه خليتها تما وانا غادي بهاد الفوق، جاب الله التيسير جاب الله فهاد الرونج هادي، انا غنديها دابا غنمشي فحالي. جداتي توفات اخالي، جداتي ماتت، ماتت عا دابا.